مساء الخير، أنا موجود بمنزل السيدة فاطمة إنعام القباني، حفيدة الشيخ عبد القادر الإباني، شخصية تاريخية محورية ببيروت العثمانية وبإطار النهضة الثقافية العربية، ورايي في الثوب الرسمي تبعه لأنه تولى لفترة 10 سنين رئاسة بلدية بيروت بنهاية القرن 19، وشهدت بيروت بفترة تولي رئاسة البلدية أعمال تحديث على صعيد التنظيم المدني كثير مهمة. هو من مؤسسين جمعية المقاصد اللي كان من أهم أهدافها تثقيف النساء وتحولت لاحقا لمدرسة من أهم مدارس بيروت ولبنان، وكمان هو أسس جريدة اسمها ثمرات الفنون كانت من أهم جرائد فترة النهضة العربية، عكست الأفكار الجديدة اللي كانت بهذه المنطقة اجتماعيا وثقافيا، ونادى بأهمية التعليم وأهمية المدرسة للتحديث والاستمرارية. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.